السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من فاس، فاس العراقة، فاس الأصحاب. راح أدق شوية في العنوان وما أدري أصور من بدري. طبعا وصلت الفجر، دورت على أوتيل، الأوتيل اللي لقيته ما عرفت أوصل له. المهم الحمد لله لقيت أوتيل السعر كويس، هقول لكم عليها بعد شوية. نظفنا وكذا، روشت وكذا، بروح ابدا عاد انطلق اصور. بعد كل محل اقول لك شيء سعد، فسبحان الله وانا ماشي كذا انتبهت على مول اسمه المهم، واشوف فوق كذا مكتوب ماكدونالدز. المهم المطاعم هي الوحيدة اللي لقيتها فاتحة، وأشوف من برا لقيت الناس بيتحركوا كذا، فقلت كويس. فأول لقطة حتكون هي هذه معاكم، برج فاس، مول برج فاس. أنا كنت مريت من هنا شوية كذا على القطار هذا من اللاجار، موقف القطارات، أعتقد إنه قريب من المطار. أوكي؟ يلا. طبعا المشكلة هذه معروفة سعرها 59 درهم وجبة، اعتقد يتسعها 60 درهم وجبة. بعد الاكل ان شاء الله نصور. طبعا انا ما صورت لكم البيتزا، معروفة البيتزا عندكم يعني. بصراحة نسيت مع الجوع، والله نسيت بعد ما تم عمل اللازم ان شاء الله. يلا، بس هم بيعرفوا البيتزا يعني، مش اول مرة. كانوا الطايشين، ما انتوا الطايشين عارفينه كله. المهم نسيته صراحة مع الجو. الحين جالس اشرب شاي. ندردش شوية كذا ان شاء الله، بس يعني على اساس ان يعني محبة واحترام ومتبادل، انه الامور السياسية هذه نحن ما حنقدر نحلها يا جماعة. نحن ما حنستفيد ايش الاشياء تروح، غير المشاكل والكره والسب والشتم اللي بيننا بس. طبعا انا بتكلم ان احنا كانت عندنا مشاكل مع اليمن، انتم عارفين الحرب وكذا، فبتكلم من يعني عارف انه في مشاكل حدوديه بين البلاد وكذا وكذا وكذا. مو من لا يجي واحد يقول لك انت تتكلم من فراغ والصحراء ومش عارف ايه وكذا. انا اكيد قرات واطلعت عليها، بس ما بحب نتكلم في الامور هذه. ما حتورثنا غير المشاكل. في اولياء الامور فوق بيتكلموا عليها وبيتفقوا عليها ولهم اجراءاتهم. ما بعرف يعني، خلاص كل واحد واختصاصه. ممكن احد يقول لك انا لا اقبل انه هذه بلدي يعني وكذا، والاخر يقول لك انا لا اقبل هذا. على عيني وراسي، لا تقبل ولا تقبلي، ولكن خلاص لا اقبل وانتهينا. ما فيش داعي يعني، لانه بالسد والسب والشتم ما حترجع لكم راضيكم، ولا حترجع لنا راضينا اذا كانت يعني ما فيش، اذا كان في مشاكل اصلا. وانتم عارفين كلكم انه المستعمر لما جاي يمشي سؤال مع من بدون ذكر اسماء جميع الاماكن، لما جاي يمشي ترك مشاكل لكي يتم زرع الفتنة بين الإخوة، ويتم والمشكلة أن يتم اللجوء إليهم. هم يقولوا والله نحن في عام 1800 وعملنا كذا، ويطلعوا تصريح لجانب أحد الأطراف، بعدين يطلعوا خريطة لجانب الآخر وزي كذا، ونحن مستمرين في ذا الموضوع. فرأيي مشاكل موجودة وإن شاء الله تنحل عاد، بس متى تنحل الله أعلم، سواء هنا سواء هنا سواء. لكن ما بعرف يعني، نظل نشتم في بعض وهذا ما حد يتحمل. ايوه طبعا انا فاس مش متمكن فيها يعني، حتى ما بعرف يعني اقول مثلا من الرباط وكذا ومراكش، بعرف اخرج نفسي يعني، حتى لو ضعت ولا حاجه اضبط نفسي. وهذا فاس طبعا ما فيش مسوح. سالت واحد، دخلت على حانوت البقاله، سالته عن مكان، قلت له كيف اروح للمكان؟ قال لي خذ تاكسي. ألطم أنا. قلت له خذ تاكسي.
يعني. طبعا هو على نية، وانا قلت له طبعا انا معايا سيارة موبيل، اللي وصلت لي بعدين. طبعا اول ما نزلت فاس اول يوم، لا والله يعني اول يوم برضو كده بسأل عن منطقة كنت اظن انه فيها مطاعم، فوقفت سألت واحد وكان جنبه واحد سايق موتور معاه دباب، نحن معاه دباب مرة بيقولوا موتور، فسمعني انا بتكلم قال لي امشي ورايا وانا ادلك، فمشيت وراه ودلني قال لي هذا هو المكان، وحقيقة رفض يعني انه ياخذ فلوس، قال لي نحن مسلمين اخوان لازم نساعد بعض، وصمم على انه يعزمني على الغداء وكذا وانا جيعان صراحة، بس عاد تعرف نحن لا لسه اكل نصف خروف. لكن حقيقة يعني ما زال الكرم والطيبة والنخوة والأصالة في الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. نحن الآن في المغرب نتكلم عن المغرب، إخوة لنا في الدين والعرق يعني، وما شاء الله تبارك الله هذه يعني هو أو فاتحة فاس، وصمم حقيقة وتعال ومدري إيش وكذا. طبعا أنا ما قلت له بدور على مطعم، لو قلت له بدور على مطعم المشكلة كان شو اسمه، سألته على مسجد جامع جنبه في المطعم. فالواحد يعني الأشياء المعنوية هذه لا تقدر بالثمن حقيقة، زي ما نشوف السلبيات يا ريت نشوف الإيجابيات في بعضنا، يعني يكون يعني أرجى للمحبة والاتحاد والوحدة، الاتحاد والوحدة الهوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. أنا أمام القصر الملكي في فاس، تشوفوه أمامي هنا. طبعا دائما لما نذكر فاس، فاس الأصالة، فاس العراق، ما حقطع ما حقطع، زهقت من التقطيع خلاص. العراقة، فاس الأصالة والعراقة والعائلات الكبيرة والأصيلة والبيوت القديمة الجميلة والأسواق العتيقة والصناعات الحرفية الراقية والتي ما زالت راقية. أوريكم الآن المنطقة، هذه منطقة القصر الملكي. فاس تعتبر ثاني أكبر مدينة في المغرب، 2 مليون نسمة، يعني ما بعرف الإحصاء هذا متى تم، لكن 2 مليون نسمة أعتقد يعني إحصاء قريب حسب ما أتذكر، أظن ما بدي اذكر سنة عشان لا يكون الموضوع مش علمي يعني. انقطع الارسال، انا ما كنت ابغى اقطع الارسال. المهم فاس ليش عريقة واصيلة؟ تأسست عام 182 هجرية، اسسها ادريس الثاني ايام دورة الادارسة، تخيلوا كم عمر فاس. فلذلك دائما لما نقول يعني فاس الاصالة والعراقة، يعني شوف المدينة عمرها اكثر من 1200 عام، فلذلك دائما نقول الأصالة والعراقة والأساس. ناخذ كده فيو، أنا سألتهم قالوا للتصوير عادي يعني، ما ادري ليش قالوا لي الدخول مش مسموح، انا شايف ناس جوا هناك. اي ناس سألت بالتصريح ولا كده يوضح اكثر. طبعا جمال الابواب هذه حقت القصر الملكي والفسيفساء والى اخره، هذا هو ميزة المنطقة هذه. طبعا جينا من هذه المنطقة، الدخول مسموح حقيقة، الأبواب من القرب يعني لما تقترب من الأبواب جمال وفن صراحة. هنا في
ما شاء الله تبارك الله، فن معماري راقي. هذه الساحة، هذه فين ما كنت أنا هناك. هذه طبعا إحدى آثار العهد إحدى آثار أيام العز، يعني عهد العز والسؤدد. قلعة قديمة طبعا، هي امام القصر الملكي. آه سبحان الله، القلاع تشدني كثير. سبحان الله، سنين وسنين دافعت عن المسلمين والاسلام، اتاثر بها كثير سبحان الله. استمريت طبعا من جهة القصر الملكي، يعني القصر الملكي الآن خلفي، هذا الاتجاه داخل المدينة. البوابات وقفنا الناس قدامنا ورانا. شوف الأوروبيين ما شاء الله يمشوا بدوها مشي، أما أنا سيارة ومكيف وأقول وش هذا. الآن هذه أنا في ساحة أبي الجنود، أقول لك اسمها أبي الجنود. طبعا أنت شايفين الطلعة، أنا لما أشوف القلاع بالشكل هذا والله سبحان الله. الشمس هناك حتجيب ظل. ساحة أبي الجنود حسب ما عرفت، ما فيش والله معلومات كثيرة عندي للأسف. خلي الواحد يشوفه دي.
نواصل المناظر من المدينة القديمة. هذا مقهى طبعا عبارة عن بيت قديم، أنا دخلته حولوني مقهى. طبعا هذا البيت القديم حولوه لمقهى، هذه اللي طلعنا منه. اسمحوا لي بوجلود، بوجلود ماني ظابط انا من اول، بوجلود اسمها بوجلود. هذه بوابة للسور القديم، القلعة القديمة اسمها بوجلود وهي من اشهر البوابات. اخيرا قدرنا نلقى المعلومة يعني في النت، الحمد لله. والله صراحة بعض المصادر كاتبة بوجلود وبعض المصادر كاتبة ابي الجنود، بعد انتم شوفوا ايش اللي تختاروه الفاس بالله يفيدونا. اوكي طبعا هذا اول ما دخلت السوق، اول ما دخلت من البوابه على يدك اليسار تلاقي زي البيوت الصغيره كذا ثلاثة ادوار. رحت داخلها فجاه انا كذا على اساس ايش، لا حد يقول لي تفضل وما تفضل، انا شفت الناس قاعدين فوق. المنبر حلو تراثي كده قديم، صورت لكم. هذا التصوير من فوق البيت او المقهى اللي انا فيه. اللي يفكرني بيتنا اللي في الحارة القديمة اللي في الجبل، شوفوا الاخشاب في الطرف. والله جولة في المدينة القديمة هذه من باب الجلود أبي الجنود. حقيقة جولة في الأزقة والزنقات هذه، ولا الزنقات ولا الزقة وكذا. الآن دحين هذا اللي نحن نشوفه هذه يعني ما أدري كذا واضحة ولا لا، اللي نشوفه نحن أزقة متخلفة تعتبر الآن. هذه في يوم من الأيام كانت قمة الحضارة، كانت زي الآن مثلا أوروبا وأمريكا وكذا. ولكن أرجع أقول مجدا تليدا. شوفوا كيف هيبة القلعة، سبحان الله. أكيد هذه المناطق كانت كلها جبال، وعادة القلاع تقام على مرتفع جبلي بحيث يصعب على العدو انه يعني اصلا يرتقي الجبل، ومن بعد يرتقي اسوار القلعة. الحمد لله. انا حسب ما بيجي معايا الطريق كل ما الاقي دخلة اروح داخل فيها. طبعا التصوير حيكون مرتب لانه انا كل ما الاقي شيء حاجه كده اصورها على طول بصورها. طبعا مستحيل كنت اشوف منظر هذا وافوته، مستحيل. جماعه ترى انا قلت لكم ايوه هذا الاوتيل، والله اللي هو من اول ادور عليه، انا اتذكر جيت مره وكان في اوتيل
هذا عالي كويس. المناطق الاثريه، الاماكن الاثريه دي بتقلب عندي الشجون والذكريات وكذا، فمعليش يعني احيانا ما بقدر اتحكم فيه. ما ادري هذا منظر عام لفاس تقريبا. شو ما شاء الله كيف المعادن لما ترتفع، الله يعزهم ان شاء الله الى الامام والى الاحسن. هذا من نفس المنطقة بس ايش الزاوية الاخرى، هي كانت الشجرة هذه. زاوية أخرى، هذا هوتيل، شوف الجوحة كيف. صورت لكم بعد الزحمة. والله كنا في زحمة قبل شوية. يا الله. على أساس أنا عارف أن ماشي الحين، الطرق كلها بالنسبة لي معروفة، فماشي بمنتهى الأريحية. هذا كان له يوم عمل والناس خارجين من العمل. ايش بقى كده فايه ونحن قلنا كم مليون. ما شاء الله تبارك الله. هنصلي في المسجد هذا. مسجد الإمام مالك، بس قالوا لي اسمه تاني مش الإمام مالك. هذا المسجد من الداخل ما شاء الله تبارك الله، مسجد كبير، زخرفة المغربية، الزخرفة المغربية ما شاء الله. طبعا الآن هم الإمام والمجموعة من المصلين بيقرأوا الحزب. طبعا من عادات أهل المغرب أنهم يقرأوا حزب كل يوم بعد صلاة الفجر والمغرب. هذا النقش على السقف سبحان الله روعة روعة. شوف يبدعوا المغاربة في دينهم. هذا المحراب شوف ما شاء الله تبارك الله. في ميزة حلوة في المسجد هذا، لازم تفسخ وتخلع النعلين من تحت منين. Then.